استاذ تفضل علي، حضرتك. خليني اقول خبر عاجل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد عدد من المشروعات التنمويه بمنطقه هضبه الجلاله، ويلتقي عددا من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنيه المنفذه للمشروع. ايضا يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محطه تحليه المياه بهضبه الجلاله ومنطقه الالعاب المائيه، وايضا قريبة من الجلالة ومصانع الفوسفات. ده كان خبرنا العاجل اللي بنختم بيه فقرتنا الإخبارية هذا الصباح، مشاهدي نهاية الأسبوع. وفي النهاية بتقدم بخالص الشكر والتحية لضيفي العزيز الأستاذ علي حسن، الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا لحضرتك. أهلا شكرا وسهلا جزيلا فندم، يا تحياتي. مشاهدي نهاية الأسبوع، ابقوا معنا والمزيد من الفقرات.